حتى تبقى هاي الظاهرة في حدودها المعقولة والمنطقية، وحتى لا تسيطر على عقول معظم الطلاب وتاخذهم مع موجات. أقيم يوم السبت الماضي في 8 مارس يوم مفتوح، أعلن فيه انطلاق برنامج سبت اللي من خلاله سيتم التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية. وحول هذا الموضوع راح نتكلم فيه عنه، الذي يقيم في معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبو ظبي. لنا تقرير ونرجع إن شاء الله مع الحوار. احنا هنا النهاردة في بروجرام سبت ملك. الهدف من البروجرام ده ان هو مش رفع كفاءة الطالب المتدني مستواه فقط، بل ايضا عندنا في انجينيرينج كلاب اللي هو الاي تريبل اي ده جايين، في عندي روبوتك كلاب، في عندي طلاب ايضا بيجوا يكملوا الجرادويشن بروجكت، المشاريع اللي هي مشاريع التخرج بتاعتهم بيجوا يكملوا شغلهم يوم السبت. في بعض الطلاب ايضا بيجوا لبقية المواد الأكاديمية لزيادة قدرتهم العلمية والعملية. طبعا هي الدروس الخصوصية يعني رأي فيها معروف ومشهور ملك، مش رأي أنا لوحدي، الرأي كل الناس. أولا مضيعة للوقت للطالب ملك، مضيعة للمادة، وتعتبر عبء مادي بالنسبة للأهل. في نفس الوقت ملك، الطالب لما بيبتدي يلجأ للدروس الخصوصية خارج المنهج مع مدرس مثلا حتى لو من خارج المكان التعليمي ملك، بيبقى فيه اختلاف في الآراء واختلاف في الأفكار. نحن اليوم في برنامج سبت اللي يحثنا على يعني تسوي الأشياء اللي تحبها والمهارات اللي تحبها، من سواء من كانت من أي مواد، وهذا يعني يحارب الدروس الخصوصية. وجميع أغلبية الموجودين من المتفوقين وحاصلين على ميداليات في مختلف المجالات، ونحضر هنا كل سبت ونتدرب على روبوتات، نعمل روبوتات، وهذا يأهلنا نشارك مسابقات محلية وداخلية. احنا موجودين اليوم برنامج سبت اللي هو برنامج للتواصل اكثر وفتح افق اكبر للتواصل مع الطلاب. الهدف منه احيانا يكون الريميديال او التقويه للطالب، ممكن تكون تجارب في المختبرات احيانا فقط، يعني هو برنامج لاثراء المعلومات بالنسبه للطالب، او الطالب اللي بيحتاج مساعده بشيء معين ممكن نحاول نساعده فيه حسب الريكويرمنت. طبعا تختلف البرنامج، متنوع، كل يوم سبت بيختلف عن البرنامج في سبت اخر مثلا، حتى يكون في تحقيق الاهداف المرجوه من البرنامج. اوكي، الهدف اللي موجودين احنا اليوم علشانه مع الطلاب كنا انه في دروس ريميديال او دروس تقويه، دروس تقويه في المنهاج اللي ندرسه احنا في الصف العاشر. اوكي، لزياده المعلومات، والطالب اللي ممكن يكون في الايام العاديه مثلا ما كان عنده القدره انه يتواصل مع المنهاج، او انه يكون مثلا وجد صعوبات في هذا المنهاج. طبعا التواصل في يوم السبت بيكون انفورمال، يعني بشكل غير رسمي مثلا مع الطالب، فبيكون في اريحيه اكثر في التعامل. مشاهدينا الكرام، هاي يمكن كانت النبذة عن برنامج سبت، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وبشكل تفصيلي يوضح لأسر الطلاب أهمية هذا البرنامج، برنامج السبت مثل ما ذكرت، وما هي أهدافه وكيف ستنعكس على أداء الطلاب في المستقبل. اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم مشاهدينا بضيفنا الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، حياك الله معنا.
ان شاء الله صباح الخير. اهلا وسهلا. ونحن نشوف التقرير، كنت مع مداخله مع زميلتي هبه، ويمكن حتى نبذه عن برنامج سبت، نوضح للمشاهدين الكرام شو هو برنامج سبت. برنامج سبت هو من احدى المبادرات اللي اطلقتها معاهد تكنولوجيا التطبيقيه قريبا. برنامج سبت عباره عن الكلمه اللي جامعينها على فكره هي ساتردي اكتيفيتي بروجرام فور اكسترا كريكولر اند توترنج. يعني برنامج سبت للانشطه التعليميه ولا صفيه، وبرنامج شمولي على فكره، يعني برنامج جزء منه يعالج مشكله الدروس الخصوصيه، جزء منه بس مو بالهدف منه هو فقط معالجه الدروس الخصوصيه. هو برنامج نشجع الطلاب، عندنا يوم السبت يوم الطالب ما يستغله بشكل جيد، نجذب فيه اكبر عدد من الطلاب، طبعا هو اختياري مو اجباري للطلاب، اللي محتاج مثلا تقويه في بعض المواد، في بعض المواد في المناهج درس المعلمين موجودين، الطالب يجتمع مع زملائه مثلا عند مشروع تخرج، مشروع فصلي، يدرس معاهم المختبرات والورش والمعلمين موجودين. برنامج يشمل كذلك الاعمال التطوعيه، نحن من جزء من متطلبات مع التكنولوجيا التطبيقيه ان كل طالب لازم يخلص 100 ساعه تقريبا عمل تطوعي، فيغطي المتطلبات العمل التطوعي يوم السبت. برنامج كذلك للانشطه الرياضيه، بعض الطلاب يحبون يجتمعون يوم السبت لبعض الانشطه الرياضيه، فهو نقدر نسميه برنامج شمولي لاستغلال اللي هي العطله الاسبوعيه للطالب بشكل افضل، بشكل انه يقدر ينمي مواهبه، خصوصا فيما يتعلق بالانديه الطلابيه، عندنا اعداد كبير من الانديه الطلابيه الموجوده، ونحن كمدارس المدارس الثانويه التكنولوجيا التطبيقيه الطالب مزحوم طول الاسبوع من خلال الحصص وغيرها، فنحاول نجده من خلال الانديه الطلابيه في يعني برنامج متنوعه يعني. نعم. يعني شو هدفكم من اقامه مثل هاي البرامج خاصه برنامج سبت؟ اول شيء ان نستكشف الابداعات والمواهب الموجوده لطلابنا. عدد كبير من الطلاب مثلا يشاركون في مثل ما قلنا الانديه الطلابيه، عندنا الاي تربل اي كلاب، الانشطه اللي تابعه للمهندسين الكهربائيين والالكترونيين، عندنا روبوتك كلاب، عندنا نادي الشعر، نادي المناظره، في مناظرات شريحه تكون بين الشباب. هاي المواهب صعب خلال فتره الاسبوع، طالب من اول الصبح لين اخر النهار 8 حصص في اليوم يقدر يستفيد ويقدر يطلع هاي المواهب الابداعات اللي عنده. فيوم السبت تنمي هاي المواهب، تشجع نستكشف فيهم هاي المواهب للطلاب، نعطي الفرصه انه يتعامل مع زملائه، مع اقرانه، المعلمين الموجودين لاستكشاف هاي المواهب. الى جانب ذلك طبعا الطالب اللي محتاج تقويه في بعض المواد، في بعض المناهج، في بعض اللي مو قادر يلحق عليها طول الاسبوع، فالمعلم موجود كذلك انه يوفر له هاي المساعده. استاذ عبد اللطيف، يعني السبت يمكن تعتبر اوف للطلاب، بس برغم من هذا يعني البرنامج كيف شفت الطلاب في دخولهم من خلال هالبرنامج والاساسيات ايضا اللي نركز عليها؟ وهذا اللي فاجئنا حقيقه، ان الطلاب لما نفكر فيها الولد في هاي المرحله العمريه يوم السبت شو بيسوي؟ اذا صحى الصبح. طيب يوم الجمعه ممكن يوم عائلي يقضي مع الزملاء، مع البيت، مع الاهل، لكن يوم السبت يوم بالنسبه له يعني يحاول يشوف له نشاط. ايوه. فبالعكس احنا الاقبال اللي يعني شفناه في خلال من بدينا المشروع تقريبا من حوالي 3 اسابيع اقبال غير عادي، نتكلم عن حوالي ما يقارب 1100 طالب كل اسبوع موجودين في المعاهد. حلو. وهذول يشكلون حوالي 30 الى 35% من تعداد الطلاب الموجودين عندنا. فحكم انه اختياري نلاقي الطالب عند الدافع والقابليه، يعني اي يعني برغبته، وهو اللي عنده الاهتمام ويبي يستفيد هذاك اليوم، وبعدين يوم خفيف نحن نعتبره يعني يبدا من الساعه 9 للساعه 1، فيوم خفيف للطالب، يعني له انشطه متميزه ومختلفه ومفتوح للطلاب طول جميل استغلالكم ليوم السبت اللي هو بالنسبه للطالب يكون يوم راحه، وانت استغلته بشكل حتى يظهر فيه ابداعه وحتى يكون مرتاح فيها اكثر. نحن سالنا استطلاع عن الدروس الخصوصيه، هل في نظرهم شيء ايجابي ام سلبي؟ نشوف الاستطلاع ونرجع ان شاء الله نحاور وياك، خلونا نشوفه. لو التعليم بيرفكت ما فيش داعي خالص طبعا للدروس الخصوصيه، لكن لو التعليم مش بيرفكت وخلاص يبقى لازم دروس خصوصيه، عشان الدرس الخصوصي طبعا بيخلي الطالب نفسه يركز اكتر لما بيبقى لوحده. والله الدروس الخصوصيه سلبيه اكيد، لان المدرس ما بيشرحش في الحصه، انا درس وعارف، وكل ما زادت سمعه المدرس كل ما بقى مكانه في المدرسه محفوظ اوكي، بس سعره عالي في الدروس الخصوصيه. زهره ايجابيه، بتساعد التلميذ الضعيف، بتساعده انه
يمشي حاله بدروسه يعني وينجح. أما سلبية لما بيجي الأستاذ هو أصلاً ما حابب يعطي كرمال أنه يعطي برا، أو الطالب ما بده يفهم كرمال أنه بده يرجع ينعاد عليه الدرس مرة ثانية. يعني بالوقت الحالي دروس خصوصية ومدرسين، وكمان يعني مثل ما يقولون المستوى الدراسي للطالب تعبان يعني. يعني دكتور مثل ما شفنا في الاستطلاع ان في ناس على انها يشوفون ان الدروس الخصوصيه هي شيء ايجابي خاصه للطالب الضعيف، وفي ناس يشوفونها بشكل سلبي ان المدرس في الاصل ما قاعد يدرس صح، حتى الطالب هنا يحتاج انه ياخذ دروس خصوصيه. برايك دكتور التخلص من ظاهره الدروس الخصوصيه هل هو شيء جزئي ام فعلي، ام انتم كيف في برنامج سبت طبقتوه؟ وانا اشوف ان طبعا ما في شك الدروس الخصوصيه هي آفة موجوده في مجتمعنا التعليمي صار لها فتره طويله، وسبب وجود الآفة هاي انا انظر لها لجمود العمليه التعليميه ان تعتمد بشكل اساسي على الجانب النظري. احيانا الطالب مو بشرط انه يكون ضعيف، ان الطالب عنده موهبه وعنده ذكاء، لكن جمود الماده احيانا تضطر انه يخليه يستعين بشخص اخر يعني على اساس يغطي هذا النقص اللي موجود. نحن في معهد التكنولوجيا التطبيقية طبيعة الدراسة فيها أول شيء مرتبط بشكل كبير بالجانب التطبيقي. الطالب يتعلم الجانب النظري جزء أساسي، لكن لما يشوف تطبيقات العملية طبعا يستفيد ويستوعب بشكل أفضل، خصوصا لما نتكلم عن جيل الإنترنت اللي موجود الحين. فوجود ظاهرة الدروس الخصوصية للأسف هي موجودة، لكن نحن في معهد التكنولوجيا التطبيقية أصلا عندنا أقل القليل منها، يعني الطالب نادرا إذا ما يحتاج. وعلى فكرة نحن أصلا من يوم ما أنشئ المعهد المعلمين موجودين ساعة بعد الدوام، وطلابنا اللي محتاجين إضافة أو مو بقادر يستوعب الدرس خلال الحصة يكون يعني ممكن يشوف المعلم بعد نهاية الدوام. بس مع هذا شفنا ان احنا طالب مع الساعه 3 خلاص استهلك ذهنيا بما فيه الكفايه وما له خلق مثل ما يقولون يعني لسه عاد ساعه زياده. فوجود يوم السبت يحل هاي المشكله، ان الطالب يفرش ذهنيا ويحب مثلا عنده استفسار، عنده نقطه معينه ما استوعبها، المعلمين موجودين. طبعا نتكلم عن مجموعه قليله المعلمين، مو معلمينا كلهم يداومون يوم السبت على فكره، يعني نتكلم عن يعني المعلمين بمعظم المواد يكونوا موجودين في هذا اليوم للطالب اللي محتاج يعني جرعه زياده من الجانب التعليمي. نعم استاذ عبد اللطيف لضيق الوقت طبعا فقرتنا اوشكت على الانتهاء، بس ما راح ننسى فزعه، كيف تتعاونون من خلال برنامج السبت مع فزعه اللي هو البرنامج التطوعي ايضا؟ نحن دائما نسعى في معهد التكنولوجيا التطبيقية ان نكامل بين الجانب الاكاديمي والتقني مع الجانب اللي هو شخصيه الطالب المتكامله. شخصيه الطالب المتكامله الاماراتيه اللي احنا نسعى لها دائما ان يكون عنده العلاقه مع المجتمع، علاقته مع المؤسسات الموجوده في الدوله. فلهالسبب نحن بادرنا من سنه بمبادره فزعه للعمل التطوعي. كل طالب لازم يحقق 100 ساعة عمل تطوعي قبل فترة التخريج، عمل ساعة لازم ال 100 ساعة لازم تكون خارج أيام الأوقات الدوام المدرسي، يعني تكون في المساء أو تكون في الويكندز بالذات. الفرص هاي متى تنعطى للطالب؟ أنه يشارك في تنظيم مؤتمرات، في فعاليات وطنية، فعاليات كثيرة موجودة على مستوى إمارات الدولة. نحاول يعني نبادر شبابنا أنهم يشاركون في هاي الفعاليات ويبنون هاي العلاقات الموجودة مع المؤسسات الموجودة في المجتمع. فوجودهم في العمل التطوعي ومشروع السبت يعطيهم الفرصة هاي أن يشاركون من خلال حتى في أعمال تطوعية داخل المعهد وخارج المعهد، طبعا تكون كلها بإشراف من المعلمين الموجودين في المعهد، فهي فرصة لهم أن يستغلون يوم السبت كذلك في تحقيق المتطلب اللي هو العمل التطوعي خلال هاي الفترة. بالأخير عن شاكري لك وجودك أستاذ عبد اللطيف، نقولكم بيض الله ويوكم، الله الله بطلابنا، ويعطيك العافية على تشريفك معنا من خلال برنامجنا. إذا مشاهدينا